بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة معانا بطرون ملابس طبية، اخواتنا اللي معانا في القناة اللي بتهتم بالملابس الطبية واليونيفورم. النهاردة هقدم لك طريقة فوق الممتازة، وازاي تبدع في عمل بطرونك، وازاي ان انت مش يعني مش مجرد ان انت هتعمل بطرون وتنفذ، يعني الأهم إن أنت تقدر تكون متمكن ويكون عندك الخبرة الكافية لما تيجي تعمل بطرون، تختار الطريقة الصح اللي هنعمل بيها البطرون زي ما حضرتك هتشوفه دلوقتي. هنبدأ اهوت نرفع مقاسات العينة اللي موجودة. أول حاجة بالنسبة لطول الجاون، الطول دوت بيكون حسب عرض القماش، لأن ده بيتفرش بالعرض. الطول معانا 122. بالنسبة لوسع الصدر من تحت الجيرو، عندي 80 سنتي، وعرض الظهر نفس الكلام او 79 سنتي، بيقل حاجة بسيطة جدا. وزي ما حضراتكم شايفين طريقة رفع مقاسات العينة، اهوت بشوف يعني عرض الكتف، كل ده هنوضحه. لو الخط مش واضح هيكون واضح معاك في عمل البطرون. بالنسبة لوسع الرقبة، الحوض بتاع اللي هنقول الصدر بقى، لان ده عكس الملابس العادية، عندي الوسع اهوت. طول الكتف هيكون 28، وسع فحرة الرقبة أو الحوض عندي 22 سنتي، ووسع الديل بيكون نفس مسافة وسع الصدر. يعني اليونيفورم تلبيسه شبه ثابت في بعض في معظم الموديلات، يعني ممكن يختلف زي الموديل اللي معانا دوت عن الموديل اللي عملناه في الحلقة السابقة أو من حلقة موجودة عندنا في اليوتيوب. ان هنا الظهر زي ما حضراتكم شايفين في مسافة في الظهر، ده كده الظهر اللي هو المفتوح دوت، ده الظهر مش الصدر. ويعني الحاجة اللي بتكون يعني ممكن تقابل صعوبات مع بعض اخواتنا في عمل البطرون، خاصة اخواتنا المبتدئين، ان لما يكون بطرون صدر وظهر ورقة واحدة ومفيش كشطورة في الجنب، فممكن بيدور على يعني اكتر من طريقة او كذا طريقة عشان يوصل للبطرون بتاعه. هوريكم يعني بعض التفكيرات اللي ممكن تجيلي، او لمثلا مثلا بطرونيست عايز يرسم البطرون وعايز يعرف هيعمل ايه. ده ماكيت صغير اهوت، يعني بتخيل عمل البطرون. هوري حضراتكم يعني طريقة او باختصار طريقة عمل بطرونه على شكل ماكيت صغير. هيكون معمول يعني 4 تانيات في بعض، يعني هيبقى بالشكل دوت. لو وسع الصدر عندي او وسع البطرون 80 سنتي، هنقسمهم لأربع، يعني على الأربعة اهوت بالشكل دوت، 20 سنتي في كل اتجاه. الماكيت الصغير دوت او لما اجي ارسم البطرون قبل ما ابدا فيه هيختصر عليا مجهود كبير اهو. يعني ده هيبقى تانية، هيتني كده زي ما حضراتكم شايفين، وتانية كمان، وتانية اهيت زي ما قلت حضراتكم. يعني ده كده هيبقى باختصار البطرون بتاعنا بالشكل دوت اهوت. ده كده هيبقى الظهر. عشان بالنسبة لما تيجي تشتغل بقى خلاص، ده كده هيبقى البطرون على ورق كبير طبعا، هنعمله دلوقتي، هننفذه خطوات بسيطة. وهاجي هعمل فحرة الرقبة بالشكل دوت، سقوط الجيرو هيكون بالشكل دوت. يعني ده الاختصار، ده الطول اهوت، وده الجيرو وهوت، وادي الكتف وادي الصدر، هيكون الشكل النهائي للبطرون.
الماركر الجميل او الماكيت الجميل اللي هتشوفوه دوت. ده باختصار كده انا حددت افضل طريقة ليا عشان اعمل الباترون دي، اللي يعني التركية اللي كنت عايز او راح ادرككم، ان انت ممكن لو جالك باترون وحابب ان انت ترسم له مثلا في ورقة، يعني ورقة خارجية كده قبل ما تبدأ في الباترون، بدل ما تعمل الصدر لوحده والظهر لوحده وترجع مثلا ممكن تلزق الصدر جنب الظهر عشان مفيش كشطورة في الجنب، وعشان يعني ممكن تاخد معاك مراحل وشوية صعوبات. هوريكم بقى يعني في دقايق كده بسيطة هوريكم ازاي الباترون بيتعمل. يلا جهز ادواتك، واحنا رفعنا المقاسات وبرضه هتكون واضحة معانا في الشرح يعني ان شاء الله. اهو لو معاك مثلا ورقة زي دي رول ورق موجود، او لو هتلزق يعني كذا فرخ ورق في بعض. حسب الادوات اللي معاك اللي انت هتستخدمها، وزي ما قلنا الجوين دوت الطول بتاعه هو بيترسم بالعرض. في بعض الاتياب ممكن يبقى عرضها 120 122 130 وهكذا، بيرجع يعني عرض الطوب هو بيكون طول القطعة. اول حاجه انا هعملها خط مستقيم عشان يعني بدايه الورقه بتاعتي، اهو بالنسبه للطول عندي مية ثلاثة وعشرين طول. تقدر تسجل يعني جدول المقاسات دوت، او المقاسات دي تكون ثابتة معاك الباترون دوت، لو انت يعني من الناس اللي بتهتم باليونيفورم، او ان انت عايز تبقى متمكن في اي باترون يواجهك، سواء هيطلب منك في مصانع او انت بتشتغل كمشروع ليك في الملابس. يعني ممكن تكون دي ما يعني جدول المقاسات ده يكون ثابت معاك والباترون ده يكون ثابت معاك. الحاجات دي ما بيبقاش فيها موديلات زي ما حكوا عارفين. ده كده فتحت انا اهوت الكورساج بتاعي او الباترون بتاعي، اهو فتحته على 80 سنتي، ورقة مستطيلة، الطول بتاعها زي العينة 123 والوسع بتاعها 80 سنتي، وهقص المستطيل. يعني سامحونا لو الخطوط مش باينة، بس يعني على قد الإمكانيات اللي موجودة إن شاء الله في القناة نقدر نطور إن احنا نظبط معاكم التصوير أكتر من كده. بدعواتكم لينا ودعمكم لينا في القناة إن شاء الله هنطور يعني في القناة. ده كده أهوت أول حاجة أنا 80 سنتي، محتاج منها 80 تانيين 80 سنتي زيهم. طبعا لو هتلزق يعني لو انت هتلزق كذا فرخ ورق او كذا بطرون، المهم توصل للنتيجة ان يكون معاك الطول 123 وعرض الورق يعني 160 80 و 80 160. هو باترون سهل وجميل، وفكرته ان انت لما تكون عارف تعمل دخلة الباترون والخروج، ان انت تعمل نهاية الباترون، هتلاقي مفيش اي يعني صعوبة معاك في الشغل. يعني من غير ما تحتاج ان تروح لمثلا حد يعمل لك الباترون
إيه خلاص، هو في خطوات بسيطة كده هتمشي معايا خطوة بخطوة إن شاء الله. إيه هيكون معاك باترون سليم في بالنسبة للملابس اليونيفورم أو ملابس الأطباء أهوت. ده كده باختصار الورقة اللي معانا الباترون 80 و80 160، أدي التانية بتاعتها. ده الماكيت اللي احنا عملناه على صغير، بنبدأ نطبقه على كبير زي ما حضراتكم شايفين أهوت. تانية الورقة وتانية النص اهو او الربع اهو بالشكل دوت. اول حاجة النص وبعد كده الربع ده اللي هو هيكون ظهر، ونفس التانية اهيت. يعني تطبيقات كلها تطبيقات وكلها حاجات سهلة، مفيش اي يعني صعوبة فيها اهوت. بس نحفظ طريقة التطبيقة عشان نطلع باترون يعني سليم معاك زي ما انا شغال كده بالشكل دوت. ده كده إيه عشان اهو ما يكونش فيه قسطورة في الجنب تانية في الجنب. ده كده هيبقى الظهر زي ما حضراتكم شايفين، وده الصدر. إيه متهيألي واضح الباترون، مفيش اي حاجة فيه اهوت. ونبدأ بقى نعمل الكتف وسقوط الجيرو والفحرة الصدر والظهر وهكذا اهوت. اول حاجة انا عندي إيه خلاص الطول، مفيش بالنسبة للتاني مفيش كشاتير ولا حاجة يعني في الطول. الخامة بتاعة الجوان مفيهاش تنسيل فمتتنيش. وفوق برضو مفيش مسافة للكشتورة، بيتعمل شريط اهو على مكنة الأورليه، شريط البي دوت، او لو هتعمله على مكان السنجر. عندي سقوط الجيرو اهو، كنت نسيت ارفع مقاساته اهو. سقوط الجيرو بتحط مسطرة من تحت الجيرو كده من اول الكتف. سقوط الجيرو عندي 30 سنتي، اهو من بداية الورقة هعمل سقوط 30 سنتي. وبعمل خط مستقيم الخطوة اللي بعد كده. عندي دوران الرقبة بتاعة الحوض بتاع الصدر والظهر، مسافة 22، يعني من بداية الورقة من هنا كده اهوت. حداشر سنتي، وبعمل سقوط 8 سنتي. بالشكل دوت. ده كده سقوط الكتف هيكون يعني ميل بسيط جدا، مسافة 1 سنتي اهو بالشكل دوت. يعني نزلت لتحت مسافة 1 سنتي. وبالنسبة للدوران بتاع الظهر بتاع الصدر، يعني برضو مفيش، يعني نزلت 1 سنتي بس، عملت دوران بسيط جدا. وبعد كده عملت دوران الحوض بتاع الصدر بتاع الظهر، يعني اللي هو الدوران الواسع ده، ده ظهر في الباترون اللي معانا مش صدر. بعد كده دخلت من الورقة من جوه عشان اعمل عرض الظهر، دخلت مسافة 1 سنتي. عندي دوران الجيرو، الكيرف بتاع الجيرو يعني شبه بيكون دوران بسيط جدا، شبه مستقيم، حاجة يعني لا تذكر. دوران مسافة سنتي وبتعمل دوران بسيط جدا للجيرو. وبالنسبة اهو من بداية الرقبة او من بداية الحوض بتاع الرقبة، بتعمل عرض طول الكتف اللي هو 28 سنتي.
انا براجع على المسافة بتاعة الظهر، لان الظهر مفتوح هنا، يعني مش عايزكم تتلخبطوا. اللي مقفول بيكون الصدر هو المقفول والظهر هو اللي مفتوح، يعني بالنسبة للملابس العمليات بيكون بالشكل دوت. عندي الظهر اهوت في مسافة هخصمها من الظهر، من اول الورقة كده مسافة 6 سنتي بالشكل دوت، زي الموديل اللي معانا او البطول اللي معانا اهو بالشكل ده. من اول الكتف كده هنخصم 6 سنتي في ميل بسيط، بالكيرف برضو بالكيرف، وبعد كده بالمسطرة. ده بالنسبة للظهر. اهو زي ما قلت لحضراتكم الظهر هو اللي بيكون مفتوح بالشكل دوت يعني. وهنا الكتف اهوت طوله زي ما قلنا 28 سنتي، ده طول الكتف. وببدأ اقص، يعني مفيش، سبت 0.5 سنتي بس سماح للخياطة عشان تقفيل الأوفر. ده كده البطرون باختصار. هبدأ بقى أتني الورق بالشكل دوت كده. هو عندي الجنب مقفول، وهبدأ أصفي المسافة اللي أنا خصمتها في الظهر ديت، اللي هي 5 سنتي من الورقتين على بعض بالشكل دوت، عشان اعمل نفس الموديل او نفس البطون اللي موجود معانا. اهو بثبت الورقتين على بعض، مفيش اي صعوبة خالص في الموديل، يعني بطون يعني سهل وجميل، مفيش اي اشكال زي ما حضراتكم شايفين كده. ده كده هيكون الصدر والظهر نفس شكل الموديل اللي مع نفس الموديل اللي معانا، ونفس شكل الماكيت الصغير اللي احنا بدأناه واحنا في بداية الفيديو. ده كده صدر وظهر، وبيتفرش بالشكل دوت بالعرض القماش اهو، بعرض الطوب بيتفرش بالشكل دوت وبيترسم كده. خلاص كده مطلوب منه قطعة واحدة، وده اتجاه النسيج. ده كده صدر وظهر في ورقة واحدة، مفيش كشاتير في الجنب زي الموديل اللي موجود معانا. وده الكم اهو زي ما حضراتكم شايفين. نبدأ نعمل الكم والاسورة عشان ننهي الفيديو بتاعنا. الكم برضو في تلبيس اليونيفورم بيكون يعني مميز في مقاساته. هنرفع مقاسات الكم بطريقتنا يعني السهلة اللي متعودين عليها. اهو جبت يعني فرخ ورق او تانية الورق اهي بالشكل دوت. وهنا نلاحظ ان الكم برضو من ضمن الحاجات يعني مميزة برضو في بعض الشغل اليونيفورم. الكاستورة بتاعت الكم مش بتبقى من تحت من عند اتجاه الجيرو، هنا القشطورة ماشية مع الكتف زي ما حضراتكم شايفين كده. الموديل اللي معانا القفلة بتكون عكس شغل الملابس الجاهزة هو بالشكل دوت، يعني هنا القشطورة بتبقى تحت المزورة هنا مش الاتجاه التاني. يعني الناس بتهتم بالفنيات البسيطة عشان تشتغل ويكون فاهمة شغلها.
اول حاجة عندي اهو طول الكم 53 سنتي، الوسع الكم او وسع العضلة بتاعت الكم اهيت هتكون تقريبا 28 سنتي زي الجيرو بتاع الكم، وهنطبقها برضه بجيرو الكم، وبالنسبة لوسع نهاية الكم اهوت من اتجاه الاسورة هيكون 16 سنتي. انا عملت سقوط يعني مسافة سنتي ونص او سنتي واحد سقوط لترومبة الكم عشان يكون في دوران بسيط، اهو من فوق هيكون 28 ومن تحت هيكون 16 سنتي، وشبه يعني دوران بسيط تعمله بايدك او بالكيرف اهو بالشكل دوت، دوران بسيط جدا. مفيش تكسيم في الكم يعني. تحت هسيب سنتي كشطورة عشان تركيب السويرة الكود، ومن فوق سبت سنتي. هنا زي ما قلت لحضراتكم القفلة ديت او هنا برضو هسيب مسافة سنتي للكشطورة في كل اتجاه اهو. الكشطورة دي ماشية مع الكتف في الموديل اللي معانا اهو، سايب نص سنتي او حسب كشطورة المكنة الاوفر معاك لو سنتي الربع او سنتي. دي مسافة الكشطورة اهو. الحاجة اللي انا حبيت برضو اوريها لكم في الملابس اليونيفورم يعني ان اهو زي ما حضرتك شايفين الكم هنا الكشطورة بتركب مع الكتف، يعني هنا اهو المقفول وهنا براجع على تركيب الكم هيركب بالشكل دوت على المكنة. وما تنساش تعمل فرد في النص الكم تبدأ بيه من اتجاه الجيرو. بعد كده فاضل معانا السويرة الكود، بتني ورقتين بالشكل الورقة بتنيها على مرتين بالشكل دوت اهو، تانية في تانية كده. وقلنا الكود ده حسب لكرته برضو ممكن تقل او تزيد حسب لكرة الخامة. هنا اللكرة عالية في الخامة اللي معانا اهيت، بتقيس العرض بتاع السويرة بالشكل دوت 10 سنتي، وبتقيس طولها اهوت 8 سنتي. بعد كده هزود كشطورة سنتي في كل اتجاه للخياطات. ويفضل تعمل اتجاه نسيج وتكتب يعني العدد. هو عموما الحاجات الموديلات السهلة ديت يعني بيكون الناس الممارسة في ملابس اليونيفورم خلاص فهمت، لان مفيش قصات مفيش يعني فنيات عالية غير في التلبيس، ان انت لازم تكون عارف في التلبيس عشان تميز نفسك في ملابس اليونيفورم. فاضل معانا اخر حاجة اهيت برضو، يعني مش عايز اسيب لكم حاجة يعني تكونوا محتاجينها ونقصر معاكم في القناة اهو. ده الحزام ورقة مستطيلة برضو انا مت يعني احنا كمكتب بطرونات يعني ما بنسيبش اي حاجة في البطرون الا ما نعمل لها بطرون او اسطمبة. ممكن في بعض الناس يعني ممكن يكتب مثلا طول الحزام دوت وعرضه، بترجع لحسب يعني فهم اللي واقف على البنك المقص دار. هنا يعني بقدم لكم افضل حاجة عشان يعني في ناس فاهمة وتقدر ان هي تشتغل، وفي ناس محتاجة تعرف كل التفاصيل عشان في مقص دار بيشتغل من وراه. لو ما عملتلوش اسطمبة للحاجات البسيطة ديت او بطرون ممكن ينسى يقص الحزام. فهنا هو الحزام ده عموما طوله
متر وعرضه 5 سنتي، ورقة مستطيلة بيتقص مرتين وبيتلزق في الظهر في نص الظهر. وبكده يبقى انتهينا من اللي عمل الباترون اليونيفورم. يعني مفيش معانا اهو غير الشريط اهو دوت، بيبقى من نفس الخامة ويتعمل على مكنة الأورلي، أو في بعض الناس بتعملها على مكنة السنجر. ده كل ما يخص الجاون الملابس الطبية. يا رب تكونوا استفدتوا معانا وسامحونا على الإطالة. يعني بنقدر، يعني بنحاول نوصل المعلومة للناس على قد ما نقدر. ما تنسوش دعمكم لينا في القناة، ولو حضرتك مش مشترك معانا اتفضل اشترك، وياريت تفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ده كده الباترون بتاعنا بكل سهولة. هيكون معاك باترون تقدر تعتمد عليه في شغلك. والسلام عليكم ورحمة الله.